مثلت المبادرة الخليجية أول غطاء لتدخل السفراء في الشأن اليمني، حيث أدت السعودية والإمارات إلى جانب سفير مجلس التعاون دورا بارزا في تشكيل المشهد السياسي والتأثير على القرار الرسمي للدولة آنذاك. مهدت المبادرة الخليجية لتدخل دولي أوسع عبر ما يسمى بمجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة، وهي الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن بالإضافة لدول الخليج عدا قطر، قبل أن يؤدي التدخل العسكري في 2015 عبر عاصفة الحزم إلى توسيع دائرة التدخل الدولي في الساحة اليمنية. وعقب اندلاع الحرب تشكلت ما تعرف بالرباعية الدولية في العام 2016، وهي لجنة أسستها 4 دول للعمل على إيجاد تسوية للصراع في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث، وتضم بريطانيا والولايات المتحدة والسعودية والإمارات لتمثل غطاء دوليا جديدا لتحركات سفراء الدول الأربعة. يعد السفير السعودي محمد آل جابر أحد أكثر السفراء تأثيرا على المشهد اليمني، وهو يشغل منصبه منذ مطلع سبتمبر 2014، حيث عين قبل 10 أيام من سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء، ليؤدي آل جابر بعدها أدوار رئيسية في تشكيل ملامح المشهد السياسي والعسكري، إلى جانب هندسة عدة اتفاقيات أبرزها اتفاقية الرياض الموقعة بين الانتقالي والحكومة والمفاوضات السعودية الحوثية المباشرة. ويعرف عن آل جابر تدخله المباشر بالشأن اليمني مستغلا إشرافه على البرنامج السعودي للإعمار وصندوق سلمان للأعمال الإنسانية بالإضافة لمهامه كسفير. في مختلف مراحل الحرب كانت السفارة الأمريكية أحد أكثر الفاعلين في المشهد السياسي، وعلى تعاقب سفرائها الثلاثة داومت واشنطن على الحضور المباشر وأداء أدوارها الرئيسية في هندسة الواقع والتأثير على مختلف الأطراف. غير أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعد نشاط السفير الأمريكي ستيفن فاجن عبر تحركات ميدانية زار فيها عدة محافظات كعدن وحضرموت والمهرة، والتقى قيادات محلية وأمنية في ظل غياب الحكومة ومجلس القيادة، وهو نشاط سبقته تحركات مماثلة رغم محدوديتها للسفيرين السابقين ماثيو تولر وكريستوفر هينزل. وإلى جانب امتلاكها صوت الأعلى فيما يتعلق باليمن في مجلس الأمن، تعرف بريطانيا بحاملة القلم اليمني في المجلس، وهي تحافظ على حضورها المباشر على الأرض عبر تحركات سفرائها، بالإضافة لوجودها العسكري الذي أكده سفيرها السابق مايكل آرون. اتخذت الإمارات من المبادرة الخليجية ومجموعة سفراء الدول العشر مدخلا لحضورها المؤثر بالملف اليمني، غير أن الحرب دفعتها للواجهة لتؤدي دورا رئيسيا في رسم الواقع اليمني والتحكم بمساره السياسي عبر وجودها العسكري ونشاطها الدبلوماسي بواسطة سفرائها المتعاقبين الذين عرفوا بارتباطهم المباشر مع قيادة ميليشيا الانتقالية الانفصالية وتدعيم موقفها المتمرد على الدولة. يعد سفراء الاتحاد الأوروبي من أكثر الفاعلين في الساحة السياسية اليمنية، فإلى جانب مواقفهم الداعمة للأمم المتحدة يقود السفراء حراكا دبلوماسيا في مختلف المنعطفات السياسية باليمن، غير أن سفراء فرنسا والسويد وهولندا يمثلون الأكثر تأثيرا بالمشهد، إلى جانب نشاطهم المباشر على الأرض وعقدهم عدة لقاءات مع مسؤولين محليين في تجاوز للأطر الدبلوماسية بممارسة مهامهم. كما تعد السفارة الروسية واحدة من أكثر الفاعلين في اليمن منذ ما بعد أحداث 2011 قبل أن يتراجع مع بدء الحرب، حيث كانت السفارة الروسية آخر البعثات الدبلوماسية المغادرة إلى صنعاء في 2017 عقب اندلاع الحرب. ومؤخرا شهد الملف اليمني حراكا دبلوماسيا روسيا في خطوة لاستعادة دورها المؤثر في الشأن اليمني.